نموذج جديد لإشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات للاستفادة مما يمتلكه من إمكانيات حديثة تسهم في تحقيق التحول الأخضر المنشود. نموذج توج بتوقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات والتي شهدت توقيعها بين محافظتي قنا وسوهاج وإحدى كبرى شركات الأسمنت وزيرتا البيئة والتنمية المحلية. العقود تستهدف تمكين وإشراك القطاع الخاص في منظومة صناعة تدوير المخلفات الصلبة بما يعطي قيمة مضافة للمنتج المحلي لكونه متوافقا بيئيا. المكسب هنا مرتين، مرة صناعة الأسمنت إنها بتقلل الانبعاثات الكربونية، بتقلل استخدامها للفحم، بتبتدي إن هي تستخدم منتج محلي زي الوقود البديل في الأفران بتاعتها، والاستخدام الآخر للمصانع بتاعة تدوير المخلفات اللي احنا بنيناها عشان نتخلص من فكرة المخلفات. استفادتنا احنا أساسا إن احنا بناخد المخلفات ديت عشان ندورها ونستخدمها كوقود بديل، وخاصة حضرتك عارفة دلوقتي احنا بنستورد الوقود الأساسي اللي هو الفحم الأحفوري ده بالدولار، وعارفين واحنا طبعا في موضوع الدولار وأسعار الصرف والكلام ده كله بتشكل عبء كبير جدا جدا، وبالتالي بتزيد في التكلفة. من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البيئة الأساسية في المخلفات، وذلك للاستفادة من كافة الاستثمارات التي تضخها الدولة في المنظومة الجديدة لتعظيم أصول تلك المنظومة والوصول إلى إدارة اقتصادية ناجحة وإصلاح بيئي متوافق عالميا. شراكة القطاع الخاص دي يمكن تكون البداية، ولكن احنا بنتمنى كل محافظة تعرض هي محتاجة شراكة القطاع الخاص في ايه، مش شرط كله يبقى شركات اسمنت او كده، لكن ممكن يكون بطريقة او باخرى، يعني ممكن مثلا منظومة ادارة المخلفات تعمل مدفن صحي ويجي حد من القطاع الخاص يدير المدفن ده. المصنع اللي تم النهاردة توقيع البروتوكول الخاص بيه بيتميز عن باقي المصانع انه بيستطيع بالاضافة للاسمدة العضوية ان هو ينتج الالواح البي دي اف المضغوطة، وده بيمثل احد روافد الصناعة في مصر، كما أنه بيمثل تتويجا لخطة الدولة في القطاع الخاص، أصبح شريك أساسي مع الحكومة في المشروعات الاستثمارية المهمة. الاقتصاد الأخضر والدائري معناها أن احنا المواد المتولدة والموجودة في بيئتنا يتم الاستفادة منها بأشكال مختلفة وتدخل كأحد المدخلات في عمليات إنتاج أخرى، وهو ده بالضبط اللي حاصل ما بين مخلفات الصلبة البلدية اللي بتبقى بعد كده مدخل وقود لمصانع الأسمنت. ويبقى الأمل معقود على نجاح القطاع الخاص في تلك الشراكة التي أولتها له الدولة لإعادة الوجه الحضري والجمالي لمحافظات صعيد مصر بعد أن ظلت مهمشة لسنوات طوال.